الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نداء الصحفي، عضوة في منظومة ماي واي ار تي. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن البريذنج ماسلز، راح نقسمها بإذن الله إلى قسمين اعتمادا على الورك اوف بريذنج، هل يصير له انكريز أو إنه الله صلح عمل إنه البيرسونز يكون في الوضع الطبيعي. اعتمادا على هذا الشيء راح نقسم الماسلز into two: البرايمري ماسلز اند الاكسسوري ماسلز. البرايمري ماسلز هي اللي راح نستعملها خلال حالتنا الطبيعية بدون اكسرسايز، بدون جهد، بدون اي ابنورمال كونديشن، ولكن البرايمري الاكسسوري ماسلز هي اللي راح نستعملها في حال اذا كان عندي هيفي بريذنج، اذا انا عندي ابنورمال كونديشن لايك سي او بي دي بيشن، اذا انا نورمال بيرسونز وعملت جهد، رفعت شيء، عملت رياضه، حتبدا تشتغل عند الاكسسوري ماسلز عشان تدعم لك البرايمري ماسلز. بدايه عندنا 6 ماسلز ذات وي ار يوزينج ان اور بريذنج، اللي هي البرايمري والاكسسوري. البرايمري تستخدم 3 ماسلز والاكسسوري تستخدم 3 ماسلز. بدايه اول ماسل ذات وي يوز ان اور بريذنج اور كوايت بريذنج، اللي هي الدايافرام ماسلز، زي ما احنا شايفين في الموديل. الدايافرام ماسلز عندها حاجه اسمها سنترال تندون. هذا السنترال تندون راح يقسم لك الدايافرام للرايت اند الليفت هيمي دايافرام، كل واحده منهم مزوده بالفرينيك نيرف. هذا الفرينيك نيرف حيعطيها زي السيجنلز عشان تبدا الاسبيريشن. في حال الاسبيريشن بدا ريسبونس للسيجنال اللي جايتنا من الفرينيك نيرف، راح يصير في كونتراكشن من الكوستال اند الكرورا دايافراماتيك ماسل، راح تنزل لك الدايافرام على تحت، حتعمل زي الكومبريشن على الابدومينال اورجان. في ذي الحاله حيصير للابدومينال الابدومينال وول ريلاكس، بحيث انه الابدومينال اورجان ما تتضرر عندنا. زي ما شفنا انه عندنا الكوستال والكرورا دايافراماتيك ماسل هي اللي راح تشتغل عندنا في الاسبيريشن. فالكونتراكشن في الكوستال دايفراماتيك ماسلز ايش حيعمل؟ حيعمل 2 دايمنشنال اكسبانشن. اول شيء بما انه عنده ريبز اتاتشمنت، حتلاقيه له اتاتشمنت مع الريب، فحيعمل لنا حاجتين. اول شيء راح يعمل لنا لور ريبز اكسبانشن، الشيء الثاني راح يعمل لنا فيرتيكال دايمنشن، او حيزود لنا، او بالاصح حيزود لنا الفيرتيكال دايمنشن. اما الكرورال ماسل دايافراماتيك، مجرد انه راح يعمل انكريزنج للفيرتيكال دايمنشن بحكم انه ما في اي اتاتشمنت مع الريبس. طيب هذا بالنسبه لعمليه الانسبيريشن. عمليه الاكسبيريشن كيف حتتم؟ راح الدايافرام راح يصير لها بول ابورد ريسبونس للالاستيك ريكول اللي حيرجعها للانكسليشن فاليو. طيب عندنا ثاني مسلز من البرايمري مسلز، اللي هي الانتركوستال مسلز، اللي هي تنقسم لقسمين: الانتركوستال مسلز، الانترنال انتركوستال مسلز اند الاكسترنال انتركوستال مسلز. بدايه الانترنال انتركوستال مسلز ات ويل سيبريت انتو تو مسلز، اللي هي البارسترنال انتركوستال مسلز اند الانروسيس انتركوستال مسلز. البارسترنال انتركوستال مسلز will elevate ribs بحيث انها راح تساعد في الانسبيريشن. اما بالنسبه للانتركوستال او عفوا الانروسيس ماسلز، هي مسؤوله عن ديبريست الريبس، فبالتالي راح تساعد لك في الاكسبيريشن. بالنسبه للاكسترنال it will function with the parasternal intercostal muscle بحيث انها تعمل elevate للريبس وتساعد في الانسبيريشن. ولكن المين فانكشن حقها بالتحديد انها keep الريبس in position rather than expand the thorax. طيب نيجي لاخر نوع او اخر مسلز من البرايمر مسلز، واللي هي سكليم مسلز، اللي هي موجوده تحت sternocleidomastoid بالتحديد، اللي لها interior, middle and posterior. قديما ما كانوا يعتبرونها as a primary muscles بحكم انها شغلها جدا بسيط في الكوايت بريذنج، لكن مجرد ما يكون عندنا هيفي بريذنج راح تلاقينها تشتغل لك بشكل اكبر.
فهي مسؤولة عن إيش بالتحديد؟ هي مسؤولة عن إنها تعمل fixed أو إنها تصير زي elevate والfixed للfirst and second ribs. طيب نجي لأول مصز من أنواع أو من نوع الأكسسوري مصز اللي هي sternocleid أو mastoid. من اسمها تبدأ من الماستويد بروسيس وتنزل لك للمامبريوم اللي هو أول جزء من أجزاء السترنوم. هذا إيش وظيفتها؟ حتلاقينها في الكوايت بريدينج، ما لها أي فانكشن وما هي قاعدة تتحرك، مجرد ما النورمال بيرسونز يعمل اكسرسايز، يعمل أي جهد، أو إذا كان اللهم صل محمد إذا كان نفس الشخص عنده أبنورمال كونديشن حتبدأ تلاقينها حتى في التنفس الطبيعي للإنسان حتبدأ تشتغل لك increase the work of breathing. بالنسبة لثاني نوع من أو ثاني مصل من ال accessory muscles اللي هي largest muscle that found in the chest اللي هي the pectoral major muscle، وهنا هي في جهة الراس وعندنا برضو واحدة في جهة اللف، جايتنا من الشولدر لحد البريسبون اللي هي sternum. إيش وظيفتها بالتحديد؟ زي ما قلنا accessory muscles يعني راح تعمل لنا بس في الهيفي breathing أو إذا كان البيشن عنده abnormal condition زي إنه عنده resistance in air flow، زي إنه إذا كان COPD patient حتبدأ تعمل elevate للsternum وراح تعمل لك elevation للribs. أوكي، وبرضه تتكون لك من two part اللي هو clavicular part لأنه جاي من عندك clavicle والsternal part. هذول مسؤولين عن إيه؟ مسؤولين يعني راح يعملون مع بعض بحيث إنهم راح يعملون flat للتندون اللي جاي من الhumerus. نهاية حديثنا، أحب أشكركم على وقتكم وأتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا معنا، وإن شاء الله نشوفكم بمواضيع أخرى مع منظومة My Way RT. طيب بالنسبة لآخر مصل من الأكسسوري مصل اللي هي الأبدومينال مصل، بالتحديد راح نتكلم عن الريكتس مصل سواء الرايت أند الليفت ريكتس أبدومينال مصل. إيش اللي يميز هذه المصل عن باقي الأكسسوري مصل؟ إنها فقط راح تشتغل لك during الإكسبيريشن، يعني في حالة الإنهاليشن حتى لو كان عندنا هيفي فنتليشن ما راح تشتغل، مجرد إنها راح تشتغل في الإكسهاليشن. ونحط في بالنا إنه أي working للإكسسوري مصل في حالة إنه البيشت بدون أو في حال إنه البيرسل ما عمل أي جهد أو أي شغل يستدعي لحركتها حيدلل عن إنه والله في abnormal condition قاعدة تصير زي ما قلنا بداية الفيديوهات.